سفر اخبار الايام الاول الاصحاح الرابع. وكان لاشهور ابي تقوع امرأتان حلات ونعرة، وولدت له نعرة اخزان وحافر والتيماني والاخشتاري. هؤلاء بنو نعرة. وبنو حلات سرس وصوحر واثنان، وقوس ولد عنوب وهصوبيبة وعشائر اخرحيل ابن هارم. وكان يعبيس اشرف من اخوته، وسمته امه يعبيس قائلة: لاني ولدته بحزن. ودعا يعبيس اله اسرائيل قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فآتاه الله بما سأل. وكالوب اخو شوحة ولد محير، هو ابو اشتون. واشتون ولد بيت رافة وفاسح وتحنة ابا مدينة نحاش. هؤلاء اهل ريكة. وابنا قناز عثنئيل وسرايا، وابن عثنئيل حساث. ومع نثاي ولد عفرة، وسرايا ولد يؤاب ابا وادي الصناع لانهم كانوا صناعا. وبنو كالب ابن يفنة عيرو وايلة وناعم. وابن ايلة قناز. وبنو يهللئيل زيف وزيفة وتيرية واسر ايل. وبنو عزرة يثر ومرد وعافر ويالون. وحبلت بمريم وشماي ويشبح ابي اشتموع. وامرأته اليهودية ولدت يارد ابا جدور، وحابر ابا سكو، ويقوثئيل ابا زنوه. وهؤلاء بنو بثية بنت فرعون التي اخذها مرض. وبنو امرأته اليهودية اخت نحم ابي قعيلة الجرمي واشتموع المعكي. وبنو شيمون امنون ورنة ابن حنان وتيلون. وابنا يشعي زوحيت وبن زوحيت. بنو شيلة ابن يهوذا عير ابو ليكة، ولعدة ابو مريشة، وعشائر بيت عامل البز من بيت اشبيع. ويقيم واهل كزيبة ويؤاش وساراف الذين هم اصحاب مؤاب ويشوبي لحم. وهذه الامور قديمة. هؤلاء هم الخزافون وسكان نتعيم وجديرة، اقاموا هناك مع الملك لشغله. بنو شمعون نموئيل ويامين ويريب وزارح وشاول. وابنه شلوم وابنه مبسام وابنه مشماع. وبنو مشماع حموئيل ابنه، زكور ابنه، شمع ابنه. وكان لشمع 16 ابنا وست بنات. واما اخوته فلم يكن لهم بنون كثيرون، وكل عشائرهم لم يكثروا مثل بني يهوذا. واقاموا في بئر سبع ومولادة وحصر شعال، وفي بلها وعاصم وتولاد، وفي بتوئيل وحرمة وصقلق، وفي بيت مركبوت وحصر سوسين، وبيت برئي وشعرين. هذه مدنهم الى حينما ملك داود. وقراهم عيطم وعين ورمون وتوكن وعشان، خمس مدن. وجميع قراهم التي حول هذه المدن الى بعد. هذه مساكنهم وانسابهم. ومشوا باب ويمليك ويوشى بن امصي، ويؤيل وياهو بن يوشبيا ابن سرايا ابن عسيئيل، وألي وعيناي ويعقوب ويشحايا وعسايا وعديئيل ويسيمئيل وبنايا.
وزيزة ابن شفعي ابن ألون ابن يدايا ابن شمري ابن شمعية. هؤلاء الواردون بأسمائهم رؤساء في عشائرهم، وبيوت آبائهم امتدوا كثيرا، وصاروا إلى مدخل جدور إلى شرقي الوادي ليفتشوا على مرعى لماشيته، فوجدوا مرعى خصبا وجيدا، وكانت الأرض واسعة الأطراف مستريحة ومطمئنة، لأن آل حام سكنوا هناك في القديم. وجاء هؤلاء المكتوبة أسماؤهم في أيام حزقية ملك يهوذا، وضربوا خيامهم والمعونيين الذين وجدوا هناك وحرموهم إلى هذا اليوم، وسكنوا مكانهم لأن هناك مرعا لماشيتهم. ومنهم من بني شمعون ذهب إلى جبل سعير 500 رجل وقدامهم فلطية ونعرية ورفايا وعزئيل بنو يشع، وضربوا بقية المنفلتين من عماليق وسكنوا هناك إلى هذا اليوم. الأصحاح الخامس. وبنوا رأوبين بكر إسرائيل لأنه هو البكر، ولأجل تدنيسه فراش أبيه أعطيت بكوريته لبني يوسف ابن إسرائيل فلم ينسب بكرا، لأن يهوذا اعتز على إخوته ومنه الرئيس، وأما البكورية فليوسف. بنوا رأوبين بكر إسرائيل حنوك وفلو وحصرون وكرمي، بنو يوئيل ابنه شمعية وابنه جوك وابنه شمعي وابنه ميخا وابنه رآية وابنه بعل وابنه بئيرة الذي سباه تغلف في الناصر ملك أشور، هو رئيس الرؤوبينيين. وإخوته حسب عشائرهم في الانتساب حسب مواليدهم الرئيس يعيئيل وزكريا وبالع بن عزاز ابن شامع ابن يوئيل الذي سكن في عروعير حتى إلى نبو وبعل معون، وسكن شرقا إلى مدخل البرية من نهر الفرات لأن ماشيتهم كثرت في أرض جلعاد. وفي أيام شاول عملوا حربا مع الهاجريين فسقطوا بأيديهم، وسكنوا في خيامهم في جميع جهات شرق جلعاد. وبنو جاد سكنوا مقابلهم في أرض باشان حتى إلى سلخة. يوئيل الرأس وشافاط ثانيه ويعناي وشافاط في باشان. وإخوتهم حسب بيوت آبائهم ميخائيل ومشلام وشبع ويوراي ويعكان وزيع وعابر 7. هؤلاء بنو أبي حايل ابن حوري ابن يروح ابن جلعاد ابن ميخائيل ابن يشيشاي ابن يحدو ابن بوز، وأخي ابن عبد إيل ابن جوني رئيس بيت آبائه، وسكنوا في جلعاد في باشان وقراها وفي جميع مسارح شارون عند مخارجه. جميعهم انتسبوا في أيام يوثام ملك يهوذا وفي أيام يربعام ملك إسرائيل. سفر المزامير. المزمور الخامس. لكلماتي أصغي يا رب تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي. يا رب بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر، لأنك أنت لست إلها يسر بالشر، لا يساكنك الشرير، لا يقف المفتخرون قدام عينيك. أبغضت كل فاعل الإثم، تهلك المتكلمين بالكذب،
رجل الدماء والغش يكرهه الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك بخوفك. يا رب اهدني إلى برك بسبب أعدائي، سهل قدامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، جوفهم هوة، حلقهم قبر مفتوح، ألسنتهم صقلوها، دنهم يا الله ليسقطوا من مؤامراتهم، بكثرة ذنوبهم طوح بهم، لأنهم تمردوا عليك، ويفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يهتفون وتضللهم، ويبتهج بك محب اسمك، لأنك أنت تبارك الصديق يا رب، كأنه بترس تحيطه بالرضا. سفر الأمثال الأصحاح 18. الأخ أمنع من مدينة حصينة، والمخاصمات كعارضة قلعة. أعمال الرسل الأصحاح 25. فلما قدم فستوس إلى الولاية، صعد بعد 3 أيام من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس، والتمسوا منه طالبين عليه منة أن يستحضره إلى أورشليم، وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجاب فستوس أن يحرس بولس في قيصرية، وأنه هو مزمع أن ينطلق عاجلا، وقال فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون، وإن كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه. وبعدما صرف عندهم أكثر من 10 أيام انحدر إلى قيصرية، وفي الغد جلس على كرسي الولاية، وأمر أن يؤتى ببولس. فلما حضر وقف حوله اليهود الذين كانوا قد انحدروا من أورشليم، وقدموا على بولس دعاوي كثيرة وثقيلة لم يقدروا أن يبرهنوها، إذ كان هو يحتج أني ما أخطأت بشيء، لا إلى ناموس اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى قيصر. ولكن فستوس إذ كان يريد أن يودع اليهود منة، أجاب بولس قائلا: أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الأمور؟ فقال بولس: أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم، أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا، لأني إن كنت آثما أو صنعت شيئا يستحق الموت فلست أستعفي من الموت، ولكن إن لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس أحد يستطيع أن يسلمني لهم، إلى قيصر أنا رافع دعواي. حينئذ تكلم فستوس مع أرباب المشورة فأجاب: إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. وبعدما مضت أيام أقبل أغرباس الملك وبرنيكي إلى قيصرية ليسلم على فستوس، ولما كان يصرفان هناك أياما كثيرة عرض فستوس على الملك أمر بولس قائلا: يوجد رجل تركه في لكس أسيرا، وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في أورشليم طالبين حكما عليه، فأجبتهم أن ليس للرومانيين عادة أن يسلموا أحدا للموت قبل أن يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين فيحصل على فرصة للاحتجاج عن الشكوى. فلما اجتمعوا إلى هنا
جلست من دون إمهال في الغد على كرسي الولاية، وأمرت أن يؤتى بالرجل. فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت أظنه، لكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم، وعن واحد اسمه يسوع قد مات، وكان بولس يقول إنه حي. وإذ كنت مرتابا في المسألة عن هذا، قلت ألعله يشاء أن يذهب إلى أورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الأمور. ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص أغسطس، أمرت بحفظه إلى أن أرسله إلى قيصر. فقال أغرباس لفستوس: كنت أريد أنا أيضا أن أسمع الرجل. فقال: غدا تسمعه. ففي الغد لما جاء أغرباس وبرنيكي في احتفال عظيم، ودخل إلى دار الاستماع مع الأمراء ورجال المدينة المقدمين، أمر فستوس فأتي ببولس. فقال فستوس: أيها الملك أغرباس والرجال الحاضرون معنا أجمعون، أنتم تنظرون هذا الذي توسل إلي من جهته كل جمهور اليهود في أورشليم وهنا، صارخين إنه لا ينبغي أن يعيش بعد. وأما أنا فلما وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت، وهو قد رفع دعواه إلى أغسطس، عزمت أن أرسله، وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد. لذلك أتيت به لديكم، ولا سيما لديك أيها الملك أغرباس، حتى إذا صار الفحص يكون لي شيء لأكتبه، لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوي التي عليه.